تفضل دكتور. شو مريض مصحيان؟ كتير منيح، خليني افحصك. لاكشمي انت ما عم تحكي ولا بدك تجي معنا، شو مشكلتك؟ احكي لنا شو صاير. احكي شو خلص صاير. رح تجي معنا. يلا يلا امشوا. ما بدي اجي. لاكشمي ريشي منيح وهالشي بيكفيني. اختي ما بدك تشوفي ريشي. لوين لاكشمي؟ وضعه كتير منيح بس لساته بحاجة انه يرتاح شوي. عفوا دكتور بدي اسألك، فينا ناخد ريشي معنا على البيت هلا؟ برأيي خليه عنا يوم تاني ونحن بنعتني فيه وجسمه بيرتاح شوي. دكتور نحن نقدر نعتني فيه بالبيت وهنيك بيرتاح أكتر. ايه اكيد معك حق، اي مريض ببيته بياخد راحته وبيرتاح أكتر. ولهيك كانوا يقولوا حنية اهل المريض بوجودهم حواليه هي احسن دواء بالعالم. معك حق يا مدام، تقدري تاخديه معك على البيت بس انتبهي لازم ياخد ادويته بالوقت اللي بقلكن عليه. انا رح جهز لكم اوراق تخريجه. يهنيكم سلامته. شكرا كثير. شكرا دكتور. منيح كثير خلانا ناخد ريشي على البيت واكيد هنيك رح يتحسن بسرعه، ما هيك ريشي؟ ايه وانا اللي رح اعطيني بريشي، ما رح خليه يحتاج حدا غيري. على مهلك بير. ريشي خذ ورق الخروج وعبيها منشان نطلع سوا. أيوش أيوش ليك ريشي. أيوش ريشي انت شو جابك من التخت؟ ليش قمت؟ أيوش شوفي وين لوين رايح. وين لاكشمي؟ بدك لاكشمي؟ شو قلت؟ شبه ايه وين لاكشمي؟ قلي وين بلاقيها؟ صراحة أخي ريشي هلأ راحت. راحت؟ ايه لاكشمي راحت وهي شايفة حالتي هيك ومع هيك راحت؟ ليش بقى؟ أنا كان معي حق، هي ما عاد تهتم فيني أبداً. حلو، عجد فاجأتني، لاكشمي راحت بدون ما تشوف ريشي. برافو لاكشمي، برافو، خليكي هيك دايماً. لا شو عم تحكي ريشي؟ أنت بتعرف منيح قديش بتخاف عليك. لوين راحت قول؟ هي ليش راحت؟ لأنا ما أنا سائلة. لا بعرف ما عاد يهمها أمري. ريشي قلي لشوف شو مشكلتك؟ ليش تزعج حالك فيها إذا هي تركتك وراحت؟ شو مشكلتك يعني وإذا تركتك؟ لا تقلي بدك تلحقها منشان تخبرها بالقصة تبعك. ريشي لوين رايح؟ كلنا رايحين سوا على البيت يا ابني. ايه وبظن لاكشمي راحت على البيت لا تقلق.